السلام عليكم. اليوم نروح نشوف التهيئة نتاع الفضاء المقابل لجامع الجزائر على مستوى منطقة أرديس، وكذلك يعني على طول الساحل، بما يسمى كان يسمى ساحل مازلة. إذن المقابل لجامع الجزائر والممتد إلى حدود المارينا نتاع دحلي. إذا نشوف نروح نشوف الأشغال نتاع التهيئة إذا على الساحل، ونمد الملاحظات تاعنا، ونمد كذلك النصائح تاعنا فيما يخص التهيئة الخارجية على كل حال فيها ما يعاب وفيها ما يقال، خاصة من ناحية الفينيسيون الفينيش اللي كتير ناقص كتير. إذن رانا في المنطقة هذيك تاع التهيئة اللي تبدو ضخمة على كل حال، كبيرة بزاف. و لاحظ ان الجهة هذه راهي كلها أتربة، مازال العمل هذا ونبدأ. إذن أزالت الخدمة كبيرة، والملاحظ فيه مشكل هنا، يقع المشكل في هذا الجزء هذا، لأنه الجزء هذا غير محمي. كل هذا الجزء هذا وهنا كل هذا الساحل هذا غير محمي من الانجراف. إذا كان فيه أمواج كبيرة كل هذه المنطقة سوف يتم انجرافها نحو البحر كلها. لازم وضع الحجارة، وضع الصخور المكعبة هذيك لكن على ما يبدو هذا الجزء هذا غير محمي من الانجراف. والملاحظ انه الجامع تاع الجزائر مفتوح للصلاة
إذا هذا شيء إيجابي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة. نخدم سيني هنا يا هذا مشكلة، هنا المنطقة كبيرة مليحة. إذن المنطقة هذه كبيرة، يعني الواجهة كبيرة، هذا هو ما تمتاز به يعني المارينا نتاع الجزائر العاصمة والخليج بصفة عامة. منطقة كبيرة تقدر تستوعب كثير من الزوار، يعني حوالي تقدر تستوعب 10,000 20,000 زائر يوميا بكل يعني بكل راحة، يعني رياحية. وبقات منطقة صغيرة تابعة لشركة جينيس إيدار، بقات منطقة ما زال لم تهيأ. أما كل الباقي هنا تاع المنطقة هذه مقابلة لجامعة الجزائر محادية الساحل، وكذلك من جهة الغرب لوادي الحراش. كل هذه المنطقة راهي قيد التهيئة.